ترى أن التيار الصدري يحتمل أن يشارك بأفراد كفرصة أخيرة متاحة أمامه؟ تحية طيبة لك والمتابعيك الكرام. لا ما أعتقد. أولا التيار الصدري إلى هذه اللحظة وبعد الغلق لم يعلن بأنه سيشارك في الانتخابات مجالس المحافظات. هو فاز في انتخابات 10/10/2021 وتنازل على كل المقاعد 73 نائبا إلى الخصوم أو إلى الكتل الخاسرة، بالتالي لا يطمح أن يشارك، لأنه لو شارك في انتخابات المقبلة مجالس المحافظات سوف يكون شريك في النتائج وشريك في تشكيل مجالس المحافظات ثم المحافظين، بينما التيار الصدري والسيد الصدر إلى هذه اللحظة لم يرغب بالمشاركة لا في الانتخابات ولا في تشكيل حكومات لا المركزية ولا المحافظات هنا وهناك. خيارات الصدريين في المرحلة المقبلة بعد انتخابات مجالس المحافظات هل ستتغير، خاصة أن لهم ممثلين على مستوى الدرجات الخاصة؟ يعني أولا الدرجات الخاصة هم حصلوا عليها قبل أن يشاركوا بالحكومات السابقة، يعني في حكومة السيد المالكي حينما جاءوا به انسحبوا وتنازلوا على 6 وزارات، وحتى الولاية الثانية السيد المالكي تنازلوا، ومن ثم المناصب التي أعطيت لمن ينتمي إلى التيار الصدري ليس سياسيا وإنما عقائديا، وبالتالي هذه الشخصيات يعني تمتلك وامتلكت الخبرة. يعني على سبيل المثال الأمين العام لمجلس الوزراء سيد نجم الدكتور، عذرا للمقاطعة، لكن في المقابل هناك من يرى بأن ما فرق الدرجات الخاصة عن مجالس المحافظات؟ بالنهاية هناك من يشارك باسم التيار الصدري وهناك من يشارك بكتل أخرى وسيلتقون معا. يعني إلى هذه اللحظة ليس هناك لا تأييد ولا مباركة من قبل شخص السيد الصدر. تعلم ويعلم المشاهد الكريم التيار الصدري يعني السيد الصدر، وبالتالي أي كتلة أو أي شخصية حينما تنزل إلى أو تشارك في الانتخابات لربما ليس هناك مانعا، لكن بنفس الوقت ليس هناك مؤيدا. هذا الفرق، يعني فرق بين يمنع وبين يمنح. أنا أعتقد إلى هذه اللحظة السيد الصدر والتيار الصدري هم خارج العملية السياسية التشريعية والتنفيذية، بالتالي حتى لا يلام ولا يرمي الفشل عليه مثل ما كانت في السنوات الماضية حينما تحرق مستشفى يتهم التيار الصدري، حينما يكون انقطاع في التيار الكهربائي يتهم التيار الصدري، حينما يكون انهيار في المجال الصحي الخدمي التيار الصدري. الآن التيار الصدري ليس مشارك، ينبغي أن تتحمل. رغم السيد السوداني يطمح بتقديم منجزا، لكن هناك تحديات كثيرة منها المائية ومنها المالية ومنها انتشار المخدرات. اليوم رغم السيد عبد الأمير الشمري وزير الداخلية واللواء أحمد الزرقاني وحتى مدير إعلام العقيد حسين التميمي، هناك حول يعني هناك جملة وهناك فريق متشارك متضامن للقضاء على المخدرات. كيف حينما يكون تأييد من المواطنين ويمنع إدخال المخدرات مثل ما يحصل من هذه الدولة؟ طيب. أو تلك. طيب.